تخيلوا معايا لما الدشوية ينوي ان هم يجيبوا كلب جيرمان جامد، فكلمة جامد دي شوية عليه، فلازم اللي احنا نجيب حاجة جامدة، لان كله عمال يجيب في حيوانات وحاجات دي. بس الفكرة بقى مين يجيب مستوى عالي، مين يجيب مستوى يشرفنا قدام الاجانب ويشرفنا قدام الدول الاوروبية ويشرفنا قدام اي دولة برة. احنا الدشوية، انا هشام ديشة، لما نجيب حاجة ولما نزل لكم حاجة في فيديو لازم نجيب حاجة جامدة قوي. ده غير ان في كتير بيصوروا فيديوهات لناس تانية، لا احنا بنصور اي مخلوق هنجيبه بنصوره بيبقى ملك لنا احنا، لان دي الخطة اللي احنا عايزين نعملها. عايزين نعمل بيزنس جامد جدا، كل المخلوقات تبقى موجودة، واكبر مزرعة على مستوى مصر ان شاء الله والعالم اتش دي فارم الفترة الجاية. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grief and put your foot on the gas. Don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we could fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take it. طبعا انت عارفين ان انا كنت بطلت فترة رب كلاب، علشان الخطة كانت اللي احنا نجيب شبلين اسدين صغيرين كده ويبقوا معانا في الفيديوهات، ودي كان من الهدف من الاهداف اللي احنا حطيناها. بس ما نقدرش، مستحيل. لغيت الكلاب ادمان، تربية الكلاب دي ادمان، وحاجة ما تتوصفش، حاجة خيال، حاجة بتاخدك لعالم تاني وبتفصلك عن العالم الخارجي خالص. الكلب هما بيقولوا عليه الكلب الوفي والكلب الصديق، لا، مهما قلت ومهما افرت في حق الكلاب فانت مش هتوصف ربع جمالها وربع تربيتها وربع جمال تربيتها. غيت الكلاب غاية جميلة جدا، كفاية تعمل فنجان قهوة وتقعد تتفرج على كلبك الجميل ومواصفاته الجميلة، والكلب بيبقى وفي ليك لدرجة كبيرة جدا، لدرجة او يديك ربع الوفاء اللي الكلب يديهولك. فتربية الكلاب من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا. لما رباش كلاب مشافش الجمال والحنية بتاعت الكلاب وخوفهم عليك، وبالذات لو الكلب شرس، فانت الكلب بيبقى بالنسبة لك حاجة جامدة قوي، بالنسبة لك البودي جارد بتاعك. فالكلاب جميلة جدا، ومن احسن الحاجات اللي انا ممكن اكون ربيتها، او الحاجات اللي انا عملتها الصراحة يعني. فالنهاردة بقى هناخدكم لترامب الكلب الجديد اللي معانا ده، والكلب ده هيبقى معانا على طول في الفيديوهات اللي جاية، وهنعمل فيه مقالب ونطلع عينه وهيبقى معانا على طول في فيديوهات الدشوية كلها. عايز اقول لكم ان ترامب ده 8 شهور بس، يعني جرو، يعني زغلول لسه، يعني لسه مستواه هيبقى حاجة بوم ان شاء الله، وهيبقى كلب عالمي، يعني كلمة عالمي شوية. فيلا بينا دلوقتي ناخدكم نعرفكم على ترامب اكتر، نوصف لكم جمال ترامب ونشوف الاحترام بتاع ترامب. طبعا هو كلب غبي جدا، وتخيلوا كده لما يشوف جيسكا التعبان وفرن التعبان، ولا يشوف النسانيس، ولا نساب عليها عقرب. فاحنا هنعمل معاه حاجات الفترة الجاية وحشة خالص ومش حلوة، فيارب هو يستحملنا، علشان احنا بصراحة دمنا بيبقى وحش عليه جدا. طبعا الفكرة بقى ان ده اسمه ترامب، يعني ترامب راح وترامب جاء.
طبعا الفكره ان احنا لما ننوي ان احنا نجيب حاجه او اي حاجه، هشام ديشا لما ينوي ان يجيب حاجه يبقى لازم يجيب المستوى الجامد قوي او المستوى التوب، اللي هو احنا مش هنجيب الحاجه اللي هي نص نص، لا طبعا ده جرو لسه 8 شهور يعني لسه هيبقى فيه مستوى جامد جدا يعني لسه هيحلو ولسه هيبقى في شغل تاني، ده يعتبر لسه زغلول لسه زغنون، هو مش يعتبر هو زغلول صح؟ طبعا في حجم ما شاء الله كبير جدا وجامد جدا، الكلب لسه في شغل جامد. طبعا ترامب هيبقى موجود معانا في الفيديوهات اللي جايه على طول، وهنعمل فيه شويه مقالب حلوين يعني. ولا هات الكوتش تعال اشتغل الكوتش ده تعال خد خد تعال رم خد. طبعا ترامب لسه هو شقي جدا يعني لسه احنا هندربه هيبقى حاجه غبيه لان هو شرس يعني الكلب عنده شراسه بطريقه جامده جدا شايفين. طبعا هو لسه جاي فاحنا ناخد بالنا ان هو لسه هيبدا ياخد علينا ولسه نبدا اللي احنا ندربه ولسه هيطلع منه حاجات كتير جميله جدا يعني. طبعا الكلب فخامته باينه على وشه بس خد على هنا على فخامته باينه على وشه وعلى شكله وعلى كل حاجه. رام خد هلا على هنا خد اطلع بسرعه شاطر بس خد ولا اطلع ترام اطلع حن اطلع اقعد. طبعا المستويات لو انت عايز تجيب مستوى جامد او المستويات ديت والله العظيم ما فيش غير العالمي اسلام طنطاوي. طبعا غير المستويات اللي عنده لان هو نظرته جميله، هو انسان جميل ونظرته جميله في الحاجه دي يعني بيعرف بطل عد بقى بيعرف يجيب الحاجات الجامده او هو كل المستويات اللي عنده ما شاء الله فوق الجامد. الدم ده او النظره دي او الكلاب المحترمه ديت هتلاقوا عند اسلام الطنطاوي. غير كده بقى انسان جميل ومعاملته اجمل ومن الناس النادره قوي اللي انتم ممكن تتعاملوا معاهم في حاجه زي دي. طبعا ده الكلب ده ان شاء الله يعني كل اللي بيشوفه يعني شايفه في المستقبل حاجه جامده قوي. طبعا ابوه انا سايب لكم ابوه فيديو، ده المفروض ابوه ده اللي انا سايب لكم الفيديو ده ابو ترامب. طبعا ترامب باين عليه زي اقول باين جامد جدا وكلب محترم وهيبقى موجود معانا في الفيديوهات. بس خد اطلع اطلع ولا ترامب ولا اطلع حن ترامب. وطبعا بقى انا سايب لكم لينك في الاكونت بتاع الفيسبوك بتاع اسلام طنطاوي، اي حد عايز منه حاجه مستوى عالي وجامد قوي وصعب يجيبها من اي حد بره يكلمه ويقول له تبع هشام هيتعمل له خصم كده. خد اطلع حل اطلع ولا رم تعال خد خد اطلع ترامب وحناك